أهلا بكم مشاهدينا إلى أبرز الأخبار في دقيقة. البيت الأبيض مستعد لعقد القمة مع كوريا الشمالية في 12 من شهر حزيران يونيو المقبل. الأمم المتحدة تحقق في هجمات على منشآت طبية في سوريا. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيريس يرحب باتفاق أطراف النزاع الليبي على موعد الانتخابات. وفي أخبارنا الرياضية، ممارسة كرة القدم مرتين أسبوعيا تحد من خطر مرض السكري. أيضا علماء يطورون لقاحا من الجهاز المناعي لعلاج سرطان المخ. دراسة مفاجئة عن حب الرجل تكشف مدة حب الرجل لزوجته تدوم فقط ل18 شهر. وأخيرا في الرياضة، الإسباني رافائيل نادال يحقق فوزه 80 في رولان جاروس ويبلغ الدور الثاني.